السلام عليكم. كتير من المتابعين بيشتكوا من دخول الحمام مباشرة بعد الأكل. العيان يقول لنا يا دكتور أنا باكل من هنا أجري على الحمام. طبعا الظاهرة دي يا جماعة هي ظاهرة في الأساس لو حصلت مرة واحدة بعد الفطار الصبح فهي ظاهرة عادية جدا، طبيعي إن الواحد يفطر ويدخل الحمام، ده نعتبره شيء عادي. لكن العيان دول يقول لك أنا لو كلت كذا مرة في اليوم أجري على الحمام، حتى ان انا قبل ما اخرج من البيت واروح مشوار مهم ما باكلش علشان ما اضطرش ادخل الحمام. فاحنا عايزين نجاوب على السؤال المهم، ليه الظاهره دي بتتم؟ الطبيعي الانسان يدخل الحمام مره واحده في اليوم او مره كل يومين، ومش ده وده ليس له اي علاقه بالوجبات. طب ليه بيحصل بقى المنظر ده ان اكل من هنا اجري على الحمام؟ ده بيكون سببه يا جماعه التهابات في القولون. في عندك مشكلة في القولون، سواء كانت مشكلة مؤقتة أو مشكلة دائمة. إحنا عندنا فعل منعكس طبيعي جدا بين المعدة والقولون. أول ما الطعام يدخل المعدة ينشط القولون، وهو ده بيخلي الشخص فينا يدخل الحمام شكله طبيعي جدا بعد الفطار. لكن الناس دول بيبقى عندهم الفعل المنعكس ده اللي إحنا بندرسه حتى لطلبة كلية الطب، بيسموه جاسترو كوليك ريفلكس. الريفلكس ده بقى عندهم اكساجريتد، يعني الريفلكس ده زايد قوي عن الطبيعي، او بمعنى اخر استجابة القولون اعلى من الطبيعي. وده بيحصل في حالات القولون العصبي اللي بنسميها irritable bowel syndrome اللي هو القولون العصبي ببساطة، او حالات الكولايتس. كولايتس يا جماعة اللي هو التهاب القولون. اذا العيان يا اما عنده قولون عصبي يا اما عنده التهاب القولون، والتهاب القولون ده ممكن يبقى حاد او ممكن يبقى مزمن، وممكن يبقى طفيلي او ممكن يبقى بكتيري او ممكن يبقى فيروسي. طيب الناس دول هنعالجهم ازاي؟ على حسب السبب. طبعا يفضل الاستعانة بالطبيب المتخصص، او ممكن ناخد ادوية لمدة اسبوع او اتنين بالكتير، ولو مفيش تحسن نتجه للطبيب المتخصص. يا جماعة مشاكل القولون المزمنة ما ينفعش تتعالج بادوية من الصيدلية والكلام ده، لا، اسبوعين واروح على الدكتور مباشرة. لو شخص عنده قولون عصبي يبدأ يظبط الأكل بتاعه ويبعد عن الحاجات اللي بتهيج القولون اللي فيها زيوت وتقالي ومسبكات وحوادق وحراق ومخللات والكلام ده، يبعد عن الأكل ده ويبدأ ياخد بعض الأدوية المهدئة للقولون. من أشهر الأدوية اللي موجودة عندنا في السوق المصري وموجود في العالم كله دواء اسمه ليبراكس، ياخد منه لغاية 3 حبيات في اليوم، أو ممكن دواء تاني اسمه كولونا برضو 3 مرات، أو أدوية بنفس التركيب العلمي حسب الموجود في الصيدليات. لو الشخص عنده التهاب في القولون فعلى حسب التهاب القولون، فلو الشك ان فيه التهاب طفيلي بندي دواء اسمه مترو نيدازول، وبالنسبة للشخص البالغ بتبقى جرعته 500 ملي جرام 3 مرات في اليوم. هو القرص 500 ملي جرام بياخده 3 مرات لمدة اسبوع، وبالنسبة للاطفال بيبقى قرص 250. والفلاجيل كمان مهم في حالات العدوى البكتيريه، يبقى اذا الفلاجيل بيبقى مفيد في العدوى الطفيليه والعدوى البكتيريه. ممكن نحتاج مع العدوى البكتيريه ندي مطهرات زياده، فممكن ندي مثلا انتينال او دايكس حبايه 3 مرات، او اي ادويه مكافئه موجوده في الصيدليه. طبعا الادويه اللي احنا استخدمناها دي بنسميها ادويه مطهره للقولون، وكمان مع ضبط الغذاء، يعني زي ما قلت من شويه نحافظ في الاكل ونبعد عن الحاجات اللي بتهيج القولون، ان شاء الله المشكلة تتحل. ودايما بتمنى لكم الصحة والسلامة، وما تنسوش تشيروا الفيديو لحبايبكم، وبشكركم والى لقاء جديد ان شاء الله.